انا عايز اسمع الحكايه. يعني ايه حضرتك تبدا من ورشه صغيره جدا جدا؟ تمام. النهارده عندك مصنعين، معارض، كمان بتقول لي بقى لي 35 سنه في مهنه النجاره. مظبوط. من سنه 7 سنين. انت عندك 42 سنه يعني شغال من 7 سنين ازاي؟ مظبوط. طب افهم. ابتديت سنه 2004 وفتحت ورشه صغيره، وبعد كده بعد كام سنه شغال انك بتتعلم؟ من انا سني 7 سنين. من 7 سنين لغايه لما لا 2004. 2004 فتحت ورشه صغيره. تمام. وبعد كده قدمت على ارض المصنع في المدينه الصناعيه الجديده، استلمت 2011، خلصت المصنع 2013. ده غير المصنع ده، ده غير المصنع تاني. ده المصنع الاول، ده المصنع التاني. ده مصنع خاص بالدريسنج والمطابخ فقط يعني. تمام. المصنع التاني خاص بالنوم والسفره والانتري. يا عيني. تمام. ادى العدد يا ربي. استلمت المصنع، شغلت، عملت تشغيل 2013. سافرت تركيا، جبت مكان خاص بالمصنع في 2016. أخذت أرض المصنع ده الجديد في 2019، وبننتج والحمد لله. شغلنا في أسوان معروف، وبودي مش بودي أسوان بس، بودي السودان وبودي وجه بحري كامل ما شاء الله. ليا برضو ورشي الخاصة بيا في دمياط، بتجيب لي حاجات معينة زي الأويمة والنحت والكلام ده. طبعا ده قليل في أسوان. بندرب عمالة جديدة عشان نعمل جيل جديد من الصناعية عشان يفيدونا فيما بعد. حاليا بنعمل مول اساس في اسوان جنب مول اساس. مول اساس في اسوان، مساحه 3000 متر هنا في اسوان. في اسوان ده بتاعك لوحدك ولا هتعرض فيه منتجات ناس تانية؟ لا لا، ده هعرض في شغلي بس. هيبيع موبيليا بالنجف، بالستاير، بالسجاد كامل يعني. نقطه الدعم جت ازاي؟ نقطه التحول حصلت ازاي؟ انا جيت في 2004، رحت البنك الاهلي، قال لي انا اشوف الورشه وبعد كده هفكر امولك او لا. جي شاف، عمل معاينة، لقيني حد جاد، اداني تمويل الأول صغير في 2004. في 2004. 2006 قال لي لا أنا محتاج أديك تمويل أكبر، أنت حد ملتزم في أقساطك وكلام ده. اداني تمويل أكبر يعني من التمويل الأولاني. لما جيت أخدت أرض المصنع، اداني تمويل اللي هي 2011. 2011 اداني تمويل، بنيت بيه جزء من المصنع وجبت جزء من المكان. السؤال، الانتشار حصل إزاي؟ فرحنا كده. دخلت الأسواق دي كلها إزاي؟ دخلت المحافظات دي كلها إزاي؟ حافظت على حاجة واحدة بس، إن العميل عاوز لمسة جديدة، عاوز فكرة. دي كانت نقصة الصعيد. حد في إمكانيات حضرتك يعني كان فكر إنه يطلع العاشر من رمضان، مدينة بدر، يروح 6 أكتوبر يعمل المصنع بتاعه؟ بالعكس، أنا لقيت سوقي هنا ليه أفضل. ليه أثرت على أسوان؟ لا، سوقي هنا أفضل، وبعد كده المحافظة كبيرة أسوان. إحنا مش بنعتمد على أسوان بس، إحنا معتمدين من هنا يعني. أقل تسويق جنة، أقل مكان ممكن نودي له جنة، ده غير ممكن نودي بعد جنة كمان.